السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة أخيرا يعني جاتني الحاجة اللي أنا كنت طالباها، يعني لأنه حاجة دي اتكسرت، اللي هي هوريكم جراريكم العلامة اللي هي مولينكس. يلا حاولوا يقولوا هي شنو، يعني يلا كل واحد يخمن يقول هي شنو جوا دي شنو. طيب هديكم زي دقيقتين كده، خمنوا الكرتونة دي فيها شنو. يلا هي في كل الجنبات، اللي هي مقفلة من كل الجنبات. طيب انا هحاول افتحها، فتحة ساهل. دي المعلومات عن الحاجة اللي أنا اشتريتها باسمي. طيب ورق. يلا عرفتوا هي شنو؟ يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. هل هي خلاطة وسحانة وقطاعة يعني بتاعت خضروات مثلا كده، فواكه يعني، ثلاثة حاجات يعني. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضله سبحانه وتعالى. أنا حاجاتي طبعا القديمة عاشت معي والله سنين، لكن بس اتكسرت وبقت يعني ما نابع على الشغل يعني، كله بقت تدفق المويه يعني. أنا أخذت مثلا أخذت لي حاجة دارس، أنا أخذت معاه موية، ألقى الموية نزلت كلها كده، فعشان كده ما إحنا هي عدت مع لازم سبحان الله سنين طويلة جدا قاعدة معايا الحمد لله رب العالمين. فقلت أغير أجيب لي واحدة تانية خلاطة وسحانة وقطعة بتاعت ثلاث حاجات يعني، قطعة بتاعت فواكه وقطعة بتاعت خضروات. هفتحها إن شاء الله، و عايزة اجيب لي حاجة افتحها بيها، لانه حاولت افتحها بيدي ما قدرتها. هفتحها بسكينة، اجيب لي سكينة واجرد عليكم. طيب السلام عليكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عائلتي الجميلة، عائلتي الكريمة، هافتح هسي. معلش لأني أنا ماسكة الموبايل، قاعدة أفتح يعني فيها دي زي فلين. يلا فلين مغطي ال الدق بتاع الخلاطة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هفتح لكم الكيس، طلع لكم من الكيس. هذا الخلاط الدق فيه بعض الفلين برضو بيجوا عشان نحمي ال الحياة الجواه يعني، يحمي الحياة الجواه إن شاء الله. فوق حامي الغطاء، تحته فيه زي فلين كده برضو، وفيه تاني لغاية تحت مغطى يعني. شوفوا الظهر بتاعه ما شاء الله كيف جديد.
طيب عندنا ثاني عندنا هنا برضه ده الجزء الثاني الصحانة ولا القطعة، نشوف هي دي الصحانة ولا القطعة. ده الجزء بتاع الجزء بيعملوا بيته البخلو طبيعي هو يعني بحطه في وجهك، ده الجزء اللي بحطه في وجهك. يلا وابدوا فيه الشغل يعني لو صحن ولا يعني زي كده. كده الجك ظاهر بالخلاطة بتاعته الحاجة المتحكمة فيه يعني الواحد يعمل نمبر وان يعني مثلا نمرة واحد خفى صفر خلاص طبعا بيكفل نمرة واحد ونمرة اثنين نمرة واحد أخفى ونمرة اثنين أكتر يعني. فما شاء الله الحمد لله رب العالمين. مولينكس دي علامة عالمية مشهورة جدا وقوية جدا وبتعيش يعني بتعيش مع الزوج فترة طويلة. طيب زي ما شايفين الحمد لله لون أبيض كمان جميلة، ده السيليك بتاعه وده السيليك وال الكبس بتاعها هنا والسلك ما شاء الله تبارك الله يعني الحمد لله الحياة اللي أنا طلبتها جاتني يعني الحمد لله رب العالمين. في لو لما فتحت هنا أفتح هنا فوق دقيقة هنا دي الجزء الثاني القطاعة تحت الفواكه والخضروات هي هنا ما شاء الله حلو شديد. ودي هنا الصحانة فالحمد لله رب العالمين الثلاثة أجزاء جاتني الحمد لله ما في أي حاجة ما شاء الله يعني محمية بالكرتونة طبعا زي ما شفتوها جيتكم تاني عائلة الجميلة إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب العالمين. يا هدى الشكل النهائي بتاع الجك والبتاع تحت الخلاطة الجك. يلا هنا الصحانة ما شاء الله حلو شديد. هنا القطاعة تحت الخضروات والفواكه. أرجو أن تنال إعجابكم ورضاكم. أنا عجبتني الحمد لله رب العالمين لأني كنت محتاجة لها شديد، فاخترت مولينكس لأن يعني ماركة عالمية وقوية وكل الناس بيشكروا فيها. طب هي كده ممكن أوريكم الثلاثة حاجات مع بعض. دي الثلاث أشياء مع بعضهم الخلاطة والصحانة والقطاعة تحت الخضروات والفواكه. أرجو أن تنال إعجابكم ورضاكم وهان الحمد لله يعني عجبتني وكنت محتاجة لها شديد يعني الحمد لله رب العالمين. فلو أول مرة شوفوا الفيديو بتاعي ده أرجو أنكم تعملوا لي سبسكرايب واللي هو الاشتراك يعني والشير والكومنت التعليقات واللايكات دار لايكات كثيرة كده ده عشان جبت لكم للحياة الظريفة دي. فلو أول مرة تشوفوا قناتي أرجو أنكم تدعموني وبمشيئة الله سبحانه وتعالى
وبدعمكم انتو وقوفكم معي قناة حد أكبر يعني، وححقق بيها كل الأمنيات وكل الأشياء اللي أنا بحلم بيها يعني من زمان. طيب إن شاء الله تكون الحياة دي عجبتكم، وفي الختام أرجو لكم كل السعادة والهناء وراحة البال، واللهم ابعد عنا البلاء والوباء من كل العالم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.